يهمنا في المؤسسة العسكرية أن تكون موحدة، ولا يهمنا احنا التفاصيل تاع هذا تعزل، هذا ندار، هذا راح، هذا جاء، هذا لا تهمنا احنا، هذا شأنهم داخل كما هو شأن أي مؤسسة، نحن لا نتدخل في هذه الأمور. ولكن الذي يهمنا أن المؤسسة العسكرية تكون موحدة وتبقى موحدة، وأن تكون قوية تتميز بالجاهزية والقدرات القتالية الفائقة والقوات القدرات الاستخباراتية العظيمة والقدرة التمويلية الدائمة. ويهمنا كذلك أن تؤدي المؤسسة العسكرية مهامها الدستورية على أكمل وجه، لا زيادة ولا نقصان. ونحن فداء المؤسسة العسكرية، ونحن المؤسسة العسكرية في خندق واحد، دمنا دمهم وعظامنا عظامهم ولحمنا لحمهم. ونحن إذا لقينا أرواحنا أمام ضرورة ترشح واحد من المعارضة، نحن نرشح أنفسنا بأن نكون مرشح المعارضة. وإذا عندهم المعارضة رأي آخر يقنعنا بأنه يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية مقنعة ليست وهمية لخدمة البلد وخدمة الحريات، احنا جاهزين للنقاش. ولكن هناك خيارات أخرى كذلك، هناك خيار المقاطعة، مطروح في النقاش في مؤسسات حركة المسلم العسكري. ونحن قاطعنا في 2014، وخيار المقاطعة حظوظ أوفر وأكبر في حالة العهد الخامسة، سنعود لحديث العهد الخامسة، وهو مطروح للنقاش أمام حركة المجتمع السري، أمام مؤسسات حركة المجتمع السري، وارد، وهناك من هو مقتنع بها. ثم هناك خيار ترشح أن الحركة تدخل بفارسها، وهذا خيار مطروح.